مرحبا مواليد برج العذراء، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون شهر تموز يوليو 2023؟ هذا شهر أنا بعتبره شهر كتير حلو، لأنه التأثيرات الفلكية الحلوة من المشتري وأيضا من بلوتو رح يدعموكم. في عنا بس مسألة واحدة اللي أو مسألتين، هي وجود كوكب المريخ ببرجكم ابتداء من تاريخ 10 ومعاكسة كوكب زحل لإلكم. هذول الشغلتين يمكن يكونوا شوي مزعجين. القمر المكتمل بيساعدكم من برج الجدي، ولكن في عنا الجزء الثاني من الشهر يلي أنا دايما بصم الشهر إلى جزئين، الجزء الثاني رح بيكون شوي بطيء. هذه المقدمة، خلونا نفوت بالتفاصيل. شهر تموز يوليو بقسمه إلى جزئين، مثل يلي متابعني دايما بقسم كل شهر إلى جزئين. الجزء الأول هو هلأ من تاريخ 1 إلى تاريخ 23 الساعة 5 صباحا توقيت بيروت الصيفي، هو فترة وجود، هي فترة وجود الشمس في برج السرطان المائي، لكنه صديق جدا لإلكم. هذا الجزء هو أفضل بكتير من الجزء الثاني، لذلك كل شيء في عندكم أعمال مهمة في هذا الشهر رجاء جربوا تحطوها في هذا الجزء واختاروا الأيام الأكثر حظا، هيك بتاخدوا نوعية وقت جيدة مع الأيام الأكثر حظا بتصير جيدة جدا. إذا تركتوها للجزء الثاني الفترة الضعيفة مخيبة للأمل. يوم قليل الحظ معناتها مش ماشي الحال بتاتا، يوم في حظ يعني بتكون الحظوظ أقل بكتير من الحظوظ الموجودة في الجزء الأول. الفترة الحلوة جدا في هذا الجزء الجيد هو فترة وجود القمر المكتمل في برج الجدي الصديق لإلكم، ذلك بتاريخ 3. رح بيكون في مثلث فلكي هائل وداعم جدا لإلكم من هذا القمر لبرجكم، وبسكر يعني بصير في عنا ربط مثلثات فلكية مع أورانيوس ومع المشتري، الأمر الذي يجعل فترة وجود القمر مكتملا في برج الجدي من أفضل الفترات وأكثرها حظا في هذا الشهر. أوكي، هذه الفترة طبعا بذكرها في الأيام الأكثر حظا. عندنا حدث ثاني جيد وهو قمر جديد في برج السرطان بتاريخ 17، فهذا أمر لا بأس به، جيد بيساعدكم، رح بيساعدكم ورح يعطيكم طاقات كتير كبيرة ورح تكون الأمور جيدة لإلكم. هذا الأمر يقع في البيت 11، في بيت الصدقات، في بيت الإنجازات، في بيت العمل، وفي بيت الخدمة، يعني ناس رح بيساعدوكم ما رح يتركوكم لحالكم. لكن في نفس اليوم بتاريخ 17 رح بيكون، عفوا بتاريخ 10، قبل بتاريخ 10 كوكب المريخ رح ينتقل لبرجكم، فبدها تنتبه خاصة مواليد شهر آب أغسطس، وتحديدا لأنه في عنا مواجهة بين المريخ وزحل، فبدكم تنتبهوا مواليد آب أغسطس، يعني صار في تحذيرين لكم. بنروح للجزء الثاني. الجزء الثاني الذي يبدأ بصباح 23 حتى آخر الشهر 31 هو جزء قليل الحظ، هو جزء مناسب للارتياح، للاسترخاء، ولعدم تحميل حالكم مسؤوليات كبيرة. الأيام الأقل حظاً فعلاً قليلة الحظ، فبعده عنا كلياً، خاصة المواليد التي تقع بيمرق عندها بوقتها بالجزء الثاني بيمرق عليها كوكب المريخ، ورح أذكرها تباعاً في الأبراج اليومية والأسبوعية. أوكي؟ ويلي عنده معاكسة من زحل، فرجاء خلوا هذه الفترة الجزء الثاني للاستراحة والابتعاد عن وجع الرأس. المواليد يلي عندها تأثيرات متعبة هي مواليد شهر آب أغسطس 1 ل 6 أيلول، هيدي من المريخ ابتداء من تاريخ 10. كوكب المشتري أورانيوس وبلوتو بيعطيكم تأثيرات حلوة، مواليد 1 ل 7 عم بخفف شوي عن المريخ، لكن انتبهوا 15 16 21 22 ايلول سبتمبر. زحل عم بيعاكس مواليد 29 ل 31 اب اغسطس، كونوا جدا حذرين. خلونا نشوف الايام الاكثر حظا. التوقيت هو توقيت عالمي، بتزيدوا 3 ساعات بتاخذوا توقيت بيروت الصيفي. الايام الاكثر حظا تاريخ 2 الخمسة وثلث بعد الظهر حتى تاريخ 4 5 ونص بعد الظهر. تاريخ 10 منتصف الليل
حتى صباح 13، تاريخ 13 سبعة ونص صباحا بيرجع عنا تأثير حلو مع وجود القمر ببرجكم، تاريخ 20 الساعة 5 وربع بعد الظهر حتى تاريخ 23 6 صباحا. بنروح للأيام الأكثر حظ، للأيام الأقل حظا، تاريخ 1 تاريخ 2 حتى 5 وثلث بعد الظهر. تاريخ متعب معاكسة لإلكم من القمر هو تاريخ 6 من 5 ونص بعد الظهر ظهر حتى تاريخ 8 الساعة 7 وثلث المساء. اوكي، تاريخ متعب تاريخ 13 من 7 ونص صباحا حتى تاريخ 15 5 وربع بعد الظهر. تاريخ فارغ من الحظوظ كليا 18 19 و20 حتى 5 وربع. تاريخ متعب هو تاريخ 28 و29 و30 حتى الساعة 4 وربع فجرا. بدي اتمنى لكم شهر حلو، تابعوني مع الابراج اليوميه والاسبوعيه للمزيد من التفاصيل، لانه هذه التوقعات هي مكثفه مختصره قصيره لكنها غنيه بالمعلومات. رجاء ارجعوا اسمعوا الفيديو. الى اللقاء، باي باي.